هاي جايز، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير من الامارات. اوكي، هيني رجعت. انا بلشت ارجع اتفاعل معكم بعد ما اخذت استراحه من السفره، لانه عن جد تعبنا. بعيدا عن الضجه اللي عم تصير، بس في عمليه تنظيف برا عم تصير. فطالعه مع رفقاتي، حابه اعمل معكم ميك اب، لانه حابه اعمل معكم. قولوا لا، قولوا ما بتكون اعملكم ميك اب. يعني انا اعمل ميك اب مع بعض، حابه اعمل ميك اب مو تقيل بس يبين. لا تسالوني ايش يعني، بس انه يعني مو تقيل بس يبين انه حاطه ميك اب، بس انا ما بدي اتقل علي، فهمتوا؟ اوكي، هاي اول خطوه نسيتها، نسيت احط فاونديشن، فخلص بلا. رح نبلش، حطيت بس كونسيلر، وهي تاني ستيب عشان تعرفوا انه هل أسوي شيء بدونكم. أوكي، المهم اشتقت لكم كتير، اشتقت أحكي معكم، وقديش مبسوطة فيكم عن جد. thank you so much على كل شيء عم تعملوه، وأكتر شيء مبسوطت له إني وصلت 10 مليون على تيك توك. هلأ لحتى قدرت أحكي معكم بالموضوع، بتعرف كان سفر وتعب وهيك، وكان عندي تصوير هنيك قصة طويلة. ف thank you so much، شكرا كتير. يعني ما عم بقدر اتخيل انه 10 مليون شخص عم يتابعني وبهالعمر الصغير. اوكي، يعني في كتير ناس وصلت 10 مليون وهيك، بس انه بحس قليل وصلوا هيك بعمري، فحس انجاز والحمد لله. الحمد لله، فضل الله ثم بفضلكم انا وصلت للي انا وصلت له، اجت لي. ف اللي عم تقرا روايه، انا جبتها باي ذا واي. اوكي، انا جبتها بس ما قرأتها للصراحة، فخلت لي انتقرا. عم بشتري روايات جديدة وعم بنسى القديم. هاي رواية اشتريتها من شي سنة، رعب، بس هاي الفترة طارق براسي روايات خيانة. وهيك في رواية عم بقرأ هلأ اسمها أحببتك أكثر مما ينبغي، كتير مستفزة، فشكلي حأرجع للرعب. كتير مستفزة، عن جد كتير مستفزة، فبس صراحة حقيقة جميلة. المهم لما افضى عم بحاول اقرا عشان اعبي وقتي بعيدا عن التليفون، لانه كل حياتي صارت التليفون، فلازم اغير شوي. بلوش ليكويد بلوش. المهم ساعدوني، شو اسوي لل10 مليون؟ عم فكر اعمل سكاي دايفنج، انط من الطياره بس بخاف. فشو رايكم انتم؟ ولا شو يعني؟ انا عم بفكر شو بدي اعمل، بس ما في شيء تاني، يعني ما في شيء عم يخطر ببالي غير هذا. يعني هي الفعاليه الوحيده اللي جد ممكن اسويها، بس خايفه، كتير خايفه. ماما قالت لي اذا خايفه لا تسوي، بس انا بدي اسوي، بس خايفه، فما بعرف الصراحه. ساعدوني شوفي فعاليات اسويها، احتفاليات، شيء شغله. والحمد لله يعني حسابي ما شاء الله ما شاء الله، يعني فجر الدنيا. كل الفيديوهات عندي فوق 5 مليون، ما شاء الله ما شاء الله. كتير فخورة بحالي ومبسوطة فيكم عن جد. thank you so much، يعني قد ما شكرتكم ما رح أقدر أوفي عم تعملوا لي، وخصيصا فانزاتي اللي عندهم صفحات فانز، عن جد thank you so much. كل فيديوهاتكم حلوة، بحاول قدر الإمكان اشوف كل فيديوهاتكم واشوف كل حساباتكم، بس بتعرفوا من كثر ما شاء الله ما كنت عم اقول، من كثر ما في حسابات ما شاء الله ما عم بقدر الحق اعمل فولو للكل. وادوي على انستغرام صرت عامله فولو لألف شخص، ف عم احاول، شوفوا انه عم بحاول مشانكم والله. ف يس، لين جاي معي رفقاتي، يعني رايحين اسكيب روم. تخيلوا كالعاده، خلص اشتقنا لهالايام الصراحه. كنا كل اسبوع انا ورفقاتي نروح اسكيب روم، بس بتعرفوا هلا كل واحد انشغلت وجامعة وقصة طويلة، ف هلا لحتى كلنا فضينا مع بعض وبس. وين لين؟ سكري الباب يا اختي، فتحتي سكري. راجعة، عم بحكي اردني هلا، بديش حطه هون وهون وهون، قولوا هون مش مهم لانه المهم مصطفى رن وخرب الدنيا علي. It's okay. فشو كنت عم بحكي؟
نسيت شو كتبنا. أنا كانت شغلة مهمة. إيه كتاب لكم. أوكي تذكرت. كتاب لكم ما تكتروا من هون بالكومباكت باودر لأنه في أوريل باودر تانية اللوس باودر. فهاي الطريقة بدي أخفف وبدي أحط هون. الأوتفيت اليوم كتير مريح لأنه بتعرفوا نط وركض وكل شيء قصة طويلة. فلازم يكون مريح مو عكافي. ومبارح اشتريت هذا الأوتفيت اشتريت إلي ولا لي. شوف قديش منيحة. خليت تختار اللون اللي بدي اياه. شوي خليك بري وايت كنتي. خلاص وقفت. كمل بعدين. المفروض الساعة 4 نكون طالعين. الساعة هلا 3:30. فشو بتحسي باللحق ولا آخ. طقت ايده واخ. فرز انا طقت الايام. المهم لي كيف الحياة بدوني؟ كتير حلو. حسيت هيك في هدوء. أنا ميلا ميات كانوا مجزين بس بتعرفي هدوء مختلف يعني كان. أوكي. بعد وين الأردن كانت؟ بعرف. نار نار نار. انسي. يلا شو تمنى تكوني معنا. حسيت كبير. حسيتك رح تبكي شوي يعني. للأمانة صراحة ضيعت لأنه ملل. يعني بتعرفي أجواء مصطفى ولولو يعني مزبطة مع أجوائي. بس إذا أنت انبسطتي هون لحالك فأكيد أنا انبسطت. حلو. أوكي عادي يعني. الأردن كانت بتجنن كتير حلوة. باي ذا واي في كتير أشياء وصلتني أنا مو موجودة. فبعملكم أنبوكسينج يا اليوم بالليل يا بكرة يا ما رح أنسى وما أسوي. وهو الأزبط إنه رح أنسى وما رح أسوي. عم فكر ما أحط آي شادو. شو رأيكم بالرموش بس؟ حاسة عاملين أجواء. في ترند جديد نسوي لين. أوكي هنيتي. واتاشي واستا حفظتي؟ واتاشي واستا. ايوه ستار كيرا واتاشي واستا. بس خلص. المهم مو بتعرفين دي لحالك. بنحط برونزر. احكي لك نكتة سيتا. احسن الحمد لله يا رب. شو كانت؟ شو كانت؟ كانت والله بتضحك يعني. شو بطلت اخذك معي. حبتي من اخرى عم بطلع. انا احكي لكم السيناريو اللي صار. اوكي سو لي قالت لي ليش مو فقت دغري قلت ما بعرف لا تنسي انت قلت لي شغله وقتها. شو قلت لك؟ ايه بكتب بس خلخالي كل حياتي يا ريت لبسته يا زلمه مش بس ادخل خالي. انا بقول لكم شو صار. اوكي سو كنا قاعدين اللي بتقول لي بكره بدنا نطلع. فانا كنت مخططه بعرف بدي اطلع بس ما كنت سالي ماما لسه. فانا كنت عم هيئ حالي لحتى اساله. فاجت عائدها ورجلها رحت لعند لين قلت لها لين ان شاء الله بدي اطلع مع رفقاتي تعالي معي بطلعك بعمل لك بتكلي. فهي صبرت عملت بتعطيني خل خالك اضل لابستك لحياتي. قلت لها خديه مشان الله. قلت لي اوكي. لما سوت سيناريو خالي كان ضايع سوت سيناريو وحياه الله انا انصدمت. فبتقلي اجت ماما فين تقلي لانا تعالي نروح على شي مكان. قلت لها وين؟ بتقول لي مثلا نروح يا كارتينج يا اسكيب روم بس لحالنا. قلت لها انا كمان بدنا نروح يعني. قال بعرف اتك انا عملت يعني انا المفروض اكون عارفه عملت. فانا صفنت كنت انا لا من الصدمه كنت انا لا فقلت لها بفكر يعني مو جابك. فقلت لها يعني ما بعرف صراحة انت شو رايك. بتقول لي ايه ليش لا يعني عادي فقالتك منبسط معهم. فانا قلت لها انا بدي اهجم احضرها وابسها بس يعني بتقول ماما اكيد في شيء. فظبطت السيناريو واليوم طالعين معنا. لا وامبارح بالليل لقيت الخلخال تبعي فماني بضطر البس خلخالك اصلا. ما هو لقيته امبارح كان هو خلخال ذهب فكان ضايع. سبحان الله مال حلال لقيناه. ف بحب اقول لك بس انه انا قلت لها لماما كل السيناريو يعني. طيب. السيارة انا ما قدرت الصراحة ما اصارحها. قلت لها انا ما كنت مخططة هيك وكنا مخططين على اساس انه انا ما عرفت اتي وهيك كنت اجي اسالك. هاي هاي اكثر حركة بكرهها بلانا. ليه؟ دائما بتسويها معي. بكون انا وياها متفقين وانا بقول لماما مشانها يعني ولا انا فين انا بحكي كل شيء لماما بس مشانها عم بحكي لماما بتروحي بتحكي لها. فبطلع انا كثير انا كثير بطلع كثير سيئة انا قدام ماما. لك والله لا والله لا بس يعني كنا بتعرفي هيك لحظة حنان يعني وامي وكانت قالت لي انا كثير اشتقت لك هيك ما ادري شو. فا اضطريت اقول له. المهم هي ما زعلانة منك يعني. المهم اليوم كتير رح ننبسط عن جد عن جد كتير رح ننبسط. مكان جديد باي ذا واي.
مش رايحين عليه من قبل. فجهزي حالك اليوم الدلال كله لليل. كسه بدك تقلع كم دعوات قدام في السيارة اليوم الدلال كله مو لليل. ببلش الدلال من لما نوصل. شو رايكم بالبلاش؟ حراسي علي هاي خير. شو بطخ رجعت لكم. سو نزلت اليوم رح اروح بسيارة مصطفى ومصطفى رح يروح بسيارتي. حبينا نتبادل فاخذ غرض من سيارتي واخذت غرض من سيارته. اخذت غرض من سيارتي واخذ غرض من سيارته وحطيناهم عند بعض لانه هو بدي يعيش يوم كامل بسيارتي وانا حعيش يوم كامل بسيارتي. فيلا نكمل الميك اب ونصرنا. بدي ما بدي اي شادو رح اسوي حواجبي. كم صارت الساعه بالله؟ 5 شو؟ أربعة إلى ربع. سمعنا ربع ساعة بتلحقي؟ ليش؟ طب ليش لازم نطلع أربعة كير؟ نطلع أربعة ما هو أفضل يعني لأنه لسه بدي أتجمع رفقاتي وهيك يعني قصة طويلة. إحنا 5 رح نكون توتال أنا ولين وثلاث بنوتات جميلات رقيقات. أيوة بس مكياجاتي عندك ليش؟ حتى شنطتك لقيتها معي. ايش لوي فيتو بالغلط. ما بعرف يعني وريش صراحه ما اعرف مين حطها الله اعلم. كيف هيك لقيتها فجاه؟ فتحت الشنطه لقيت قلت اف ليه حطت لي اياها؟ مستحيل. سبحان الله حبيبه قلبي الله يسعدك اذا انت يعني عادي اني خلصت. فهذا رح نعمل الحركه الخنفشاريه انه نحطها هون عشان لازم خيال عم بقرا رهيب والله. مزرعه معي مزرعه كامله هيك وينك تكمليها بنص الاسكيب روم يعني السياره يعني السياره. اوكي بيتها شوف الحواجب. سيف سيف مين سيف؟ اليوم رح البس بيبي بينك. تفضل. هاي ايه حتى يوفق. اللي عم يصير بالطوق انه مصطفى وسع لي اياه مشان اكون مرتاحه بس عم يتقلب كثير فعم يزعج. اوكي شايفين هالفراغ اللي براسي؟ بيصير فراغات براسي شكله من العين. الله اكبر. اوكي اللي رح نعمله رح ناخذ الهايلايتر. شو بتتنفس؟ اوكي بس شوي يعني هاي اشياء بسيطه برجع لك اياها. طلعي تبعك موجود جوا ما لي خلق. طيب طلعي. شكرا هدول لينا هيك وهيك. هلا لو سالتك شو اكثر اشياء بتضايقني؟ نعم لو سالتك شو اكثر اشياء بتضايقني شو بتقولي؟ نعم دوس وجودي. قلت لك اشياء اشياء مو بشر. اوكي اشياء بتضايقك؟ او تصرفاتي. فاتح عيني فاتح عيني هون هون حاسه معجون اسنان فاتح عيني كثير منفختي. اوكي طيب نرجع لموضوعنا. اي فاتح عيني انت. ما بعرف بس انا اكثر شيء بكره لما تاخذي مكياجاتي. شو تخلي فيكي انا ما فهمتي؟ اول شيء انت بتحكي اشياء غلط. اسمع علينا طلعت فيك اخت. شو بعرف شو اكثر شيء بضايقك؟ انه شو الجمال؟ لك غير انه باخذ اغراضك هاي ما بتعتبر شغله. لك شو بتعتبر؟ شغلتين ثلاثه. اوكي ما علينا هاي وحده منهم. اوكي بس لا انا مو انت بشكل عام تاخذي الاغراض. انا بكره حدا يمسك لي اغراضي. شو كان؟ او ماي جاد الله يرحم ايام لما كنت تاخذي اغراضي وانا اقعد ابكي. شو قديم بتتذكري؟ لا نعم احكي الحقيقه عادي. ما اتذكر. اوكي لين كانت تاخذ اغراضي انا كنت كثير قلقانه. مثال ما بتذكر اشياء كثير. انا من زمان انا حريصه على اغراضي. ما كنت اخلي هذه اقرب علي مشان الله يا كنت اقرب اغراضك انت. ما اكسب هيك والله عظيم. اعترفي بشو؟ ما كنت انا كنت تستخدمي نفس بيوتي بلندر تبعيتي. كنت اتضايق لول. والله فكرت لك يا جاتنا واحد يا هبله. ايه بس انا كنت مو ما كانت تبعيتي ولا كانت تبعيتي يعني. كانت لماما. يمكن لماما اصلا. او ماي جاد يا الله. ايش انا بتفلسف بس ما اعرف ايش. طبيعية يلا. اوكي ثلاثة ثلاثة واسع. اوكي سو يا
بدنا نستخدم brush نفس the brush كنا نستخدمها حتى نحط على النوز هون شوي هيك رح أدمج ولا تخاف مش هبقى لحط مسكرة في حل تحطي هاي أحد الأشياء بتكريها كمان طب مو بشرط فيك يا فكرة بشكل عام وين بلاش كل أشياء بس وين بلاش هاد ما دخلني بلاش هاد ما أخذته أوكي رح أحط لاينر بينكي براون عندي اليوم حلبس بينك وعمل بينك 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 تعالي أقلب ميكي الميك اب تبعي بينك هو بينك أوردي عن جد أوكي ولا أحط بينك أنا حلان ليب لاينر لا بني لأنه بينك ما رح تكون نفس الدرجة صح صح رح ألبس أخضر ألبس بني أصلا لين مصرة إنه أخضر هو بني أنا حولة خلاص بدك بسم الله الرحمن الرحيم خوفني هو بني على خضار بني مخضر طيب إيه مثلاً يعني طلع القلم شوي القلم عادة بتسلى فينا أنا بعمل أوكي أنا بحب أعمل البلاينر فوق شفايفي بشوي هيك بعدين أمليهم هاي الطريقة رح أعلمكن هلا شي تسووا بيطلع لون كتير حلو هيك هيك ليش هالطرف أعلى من هالطرف هيك تمام فا هلا بدنا نستخدم برودكت ما دخله باللبس وينو يا حرامي هلا هلا مين بياخد اغراض مين هذا الي تحطه هذا تبع الليكويد بلوش نحطه هون اشوف قد يطلع حلو هيك او هيك ملك الجمال انتي لو خيروك تفطر برمضان ولا تقول كلمة وسخة ايش رأيكم؟ ليش حاسة رسم شفايفي غلط؟ لو حبنا غلط مين؟ مسمار هذا من عند الجيران يا جماعة هيك احسن لو بده يسكتوا كيف بس ما عارفه كيف كانه ايه ترى هاي الاغلاط بتصير معي كل يوم بس اخر شيء بتزبط طلع الجمال على فكره احط جلوس اخر شيء او ماي جاد حاسة حالي هيك تحديديا ايه انه مركبه راس جديد يعني مو راسي الكاميرا بتنام على حالي اوكي هيك انا صرت جاهزه راح اجيب اللبس البس وارجع لكم اوكي جاهزين لللوك انا مو جاهزه اوريكم لانه كتير حلو تارا اوكي شوفوني على قريب لحتى تقولوا ليش عم اقول حلو اول شيء الميك اب نور نور الحلا نور نور على لون اللبس هاي عم بفكر اغيرها المفروض هاي لونها بينك بس صار لها عندي قرن فتغير لونها عم بفكر البس وحده بيضاء لابسه لانه شوز ابيض اوريكم ديتيلز هاي بينك شوفوا شعري رفعته عشان اكون مرتاحة وبس شو رأيكم فيني ما افكر اغير الشنطة يا جماعة لا ما حبيت شو رأيكم حبيت حالي قديش مريح قديش مريح يعني من نظر مبين اللبس مريح اوكي سو خلصين هلا وراح اطلع امر عرفقاتي اجيبهم وننطلق عنا مشوار نص ساعة طريق ليتس جو